الاسماعيلي ما جابش ولا صفقه لغايه دلوقتي. الاسماعيلي رغم الفلوس اللي عنده دلوقتي من عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي معاه مبلغ ان هو يجيب لعيبه جديده، الاسماعيلي موقوف كده فعلا، موقوف كده فترتين كده. ليه؟ ايه السبب؟ ليه؟ ان لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي فيفا شافت ان الاسماعيلي نادي غير ملتزم بسبب كثره المشاكل اللي موجوده عنده في اللعيبه والمدربين واللي ليهم فلوس والناس اللي ليهم فلوس بقى لهم كام عملوا ايه موسم، فوقفوا كده يعني لجنه حتى لو حل ازمته؟ حل حتى لو دفع الفلوس. والله مش بقول كده بقى اهلي وزمالك ولا الكلام ده، بس يعني الاسماعيلي لا يقارن بمشاكل الزمالك في ما انا جاي لك اهو. استنى انت مستعجل ليه؟ اتفضل. فدي يعني وانا بتكلم مع المصدر يعني هو حد تبع الاسماعيلي، فبقول له امال الزمالك يعمل ايه بقى؟ فقال لي ما خلي بالك الزمالك من كثره المشاكل اللي عنده دي مدربين برضك ولاعيبه وفلوس، فممكن الزمالك تلاقي لجنه الانضباط بالفيفا ممكن توقفه هو كمان فترتين كده بسبب كثره المشاكل. ده قانوني يعني؟ اه لجنه الانضباط فيفا دي اللائحه بتاعت لجنه الانضباط اللي هو يقول لك باد هيستوري اللي هو تاريخ سيء. فانت ممكن يعني فكره نقطه مهمه جدا ومشكله كبيره. ارون جابوا لي ارون المحامي بتاعه بيستند على الحته دي تمام، مع ان موقف الزمالك سليم جدا. تمام هاجي لك في الحته دي عشان انت الزمالك عنده مشاكل كتير جدا، فربنا يسر عليه الفتره اللي جايه وما يحصلش يعني مشكله ويتوقف له. اتمنى طبعا. لكن الاسماعيلي احنا انا اعتقد ان هيعمل ايه الاسماعيلي؟ هيتظلم يعني ولا هيعمل ايه؟ هيتظلم ويكلم اتحاد الكوره برضو ان هو يخاطب فيفا ويخاطب بعض المسؤولين وان هو يحاول يحل الموضوع ده بشكل ودي، خاصه ويقدم ان هو حل لكل المشاكل الخاصه باللعيبه اللي اليوم فلوس. تمام، علشان يحل الازمه دي طبعا. في تدخل كمان من الاستاذ هاني بوريد في الموضوع لحل الازمه دي. طيب ابو علي سريعا، ما يتردد بخصوص النادي الاهلي ان ما فيش قناعه بيوسف ايمن، ان علي معلول غضبان، تعليقك ايه طبقا للمعلومات اللي عندك؟ بص انا معلوماتي ان طبيعي ان علي معلول يبقى غضبان، بس هو مش ما راحش الماتش عشان غضبان زي ما الناس بتقول. علي معلول عنده اصابه مش يعني بلغه الكوره رخمه طبعا، الوتر اكيلس دي يعني انت ممكن وانت بتحتفل حد يروح دايس على انكر رجلك يعمل لك مشكلة. شفنا الملعب او الاستاد كان مالين ازاي، اللي بيبقوا قاعدين في المدرجات النزول والزحمه والكلام ده. فقصه طب كريم فؤاد ما راحش ليه مثلا؟ برضه نفس الموضوع. لو الناس بتقول ده كلام دكتور يعني طبيب الفريق وصى ان هم ما يبقوش موجودين بسبب الاصابات اللي عنده. منع الاحتكاكات او حاجه. حته ان علي ما راحش عشان زعلان والكلام ده ملهاش اي اساس من الصحه. اوكي. حته ان علي زعلان عشان عدم قيده او مش عارف ايه، ده طبيعي، ده اي لعيب في العالم ما بيخرج من التشكيل بتاع المباراه او بيقعد احتياطي بتحس من جواه كده عارف اللي هو انا عايز العب. ما اللعيب حتى في التمرين اللعيبه بتزهق من اللف والجري والبدني. عايزين على طول يعملوا تقسيمه. فاللعيب نفسه ان هو ما يزعلش ان هو بره القايمه او يتحط قايمه مثلا تانية او الكلام ده. ده لو بنلعب خماسي واحد ما لعبش والله بيزعل. ما بقول يعني ما يبقاش لعيب كبير يعني اللعيب الكبير اكيد بيغير على مكانه وبيبقى زعلان، فدي ما فيش فيها جدال ان علي زعلان. المنافسه بينه وبين يحيى عطيه الله هتبقى قويه، هتبقى قويه وفي الاخر هتصب في مصلحه النادي الاهلي لو علي كمل او ما جالوش عروض او ما تمش تسويق، يعني هيبقى المنافسه في صالح النادي الاهلي اكيد. تمام. يوسف ايمن، بالنسبه ليوسف ايمن، يوسف ايمن مش عدم اقتناع، هو الناس اللي في مكانه مقدمين بشكل كويس، ما فيش خلاف ان رامي ربيعه دلوقتي احسن مدافع في مصر سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. ياسر بين نفس الكلام. داري عمل برضه تمرين النهارده كويسه جدا وراجل مقتنع بيه، بس زي ما انت قلت في بدايه الحلقه ان سلاح ذو حدين. ان انا لاعب، فاكر انت زكريا الوردي في ماتش السوبر مع الزمالك الماتش خلص عليه طبعا. اشرف داري لعيب كبير طبعا وعنده خبرات ورابع عالم مع منتخب المغرب ولعب مع الوداد وشخصيه لعيب لعب قدام جماهير كتيره فعنده الشخصيه دي اكيد. فالدنيا ماشيه برضو بان انا ادخل اشرف داري ولا استنى ما يتحرقش في ماتش زي ده. فاشرف كمستوى هم الناس شايفه انه اعلى من يوسف، لكن يوسف ايمن ما عندوش مشكله فنيه مع كولر.